السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القيوم خوجم شركة بروج العقارية، متواجدين اليوم في منطقة كاشوستو أمام مشروع جميل جدا، تعتبر من المشاريع الجيدة ذات الإطلالات المميزة في حي كاشوستو في مدينة طرابزون. المشروع اسمه جوكسو. المشروع عبارة عن بنايتين في عدد تقريبا 33 في كل بناية، يعني 66 وحدة سكنية. الشقق اللي بنصورها اليوم شقق ذات إطلالات رائعة ومميزة ومساحات واسعة تقريبا 180 متر مربع الشقة. الخدمات اللي موجودة في المجاور زي ما تشايفين كاميرات مراقبة، عندنا بوابة إلكترونية، ألعاب أطفال خلف البناية، جلسات عائلية، يعني يعتبر مجمع صغير وهادي ما فيها ذاك الزحمة. موقع المشروع، المشروع يقع في حي كاشوستو الطريق المؤدي إلى مستشفى القانون العام. الخدمات خلف المجمع من سوبر ماركتات موجودة، صيدليات، بالإضافة إلى الكافيهات والمطاعم المعروفة، وأيضا ما ننسى الشيء المميز اللي هو المعلم اللي هو مستشفى القانوني العام في حي كاشوستو. المسافة بين الموقع وجواهر مول أقدر أقول 5 دقائق تقريبا، وبين الموقع ومول الفورم 7 دقائق، والميدان 10 دقائق إلى 12 دقيقة. تعالوا مع بعض نشوف إطلالة الشقة ومساحتها على أرض الواقع، تفضلوا معنا. بوابة البناية بأرقام سرية، نتوجه إلى الممر الداخلي للبناية. شوفوا ما شاء الله مرتبينها بترتيب جيد، حاطين لوحات جمالية، ورق جدران، حتى الكاميرات المراقبة موجودة في الممرات، يعني الأمان جيد. ما ننسى أيضا أنه موجود مصعدين في كل بناية، المصعد يسع ل10 أشخاص، مصعد كبير. تعالوا مع بعض نطلع على الدور العاشر نشوف إطلالة الشقة ومساحتها، تفضلوا معنا. وصلنا جماعة الخير الدور العاشر، شقة 3 غرف صالة، مساحتها 180 متر مربع. الشقة هذه تعتبر شقة ركنية وإطلالتها مميزة على البحر. نشرح تفاصيل الشقة بعدين نطلع للإطلالة. حاليا أنا متواجد في منطقة الكوريدور، يسارنا توزيع الغرف، وعندنا يميننا الصالة ومن ثم المطبخ. عندنا دولاب خاص بالأحذية والعبايات مركب وجاهز في هذا المكان، يعني لو تلاحظوا أنه جاي بمستوى الجدار، يعني مش ماخذ حيز. نتوجه مع بعض إلى الصالة. لو تلاحظوا الصالة والغرف كلها باركيه، نوعية جيدة، حتى في كل الغرف مسوين تمديدات التكييف موجودة. ما ننسى أيضا ديكورات سقفية بإنارات ليد جبسن بورد موجودة أيضا في الصالة وفي غرفة النوم الرئيسية. واجهة أمامية زجاجية بالكامل، إطلالتها المميزة على الطبيعة وعلى البحر أيضا. التدفئة في هذا المكان تدفئة عن طريق الفحم، وبيوصل الغاز الطبيعي خلال السنة الجاية. نطلع مع بعض نشوف البلكونة هذه. البلكونة مساحتها 2.5 متر في 2.5 متر، جاي على شكل مربع، وهذه الإطلالة الرائعة، إطلالة البلكونة. استمتعوا بهذا الإطلالة الجميلة. يعني ميزة الشقة هذه أنها جاية ركنية زي ما شرحت لكم في بداية تصوير الشقة، أنها جاي إطلالة بانورامية على الطبيعة وعلى البحر. البلكونة مشتركة بين المطبخ والصالة. ندخل مع بعض للمطبخ. الأرضيات المطبخ مع الكوريدور زي ما تشايفين سيراميك باللون الأسود، متناسق مع الرخام اللي جاي على المطبخ. ممكن تقولوا ليش لون أزرق؟ هذا ستيكر، ينشال الستيكر فيكون الدولاب أبيض مع الأسود، يكون جميل جدا. أماكن الأجهزة الكهربائية،
الثلاجة، غسالة الصحون والفرن. المطبخ جاء على شكل L مميز جدا، حتى إطلالة المطبخ إطلالة رائعة جدا على البحر. ومنطقة السفرة نقدر نحطها هنا أيضا في مساحة جيدة لمنطقة السفرة. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل باقي الشقة. بجوار المطبخ عندنا الغرفة الأولى، فزي ما قلت أنه مساحة الشقة 180 مساحة جيدة، والغرف أيضا مساحتها واسعة. تمديدات التكييف زي ما قلت لكم في الغرف، وفي الصالة موجودة إطلالة مميزة على البحر أيضا إطلالة الغرفة هذه. فلو تلاحظوا أنه على دخول الشقة عندنا مطبخ، الصالة قصدي، والمطبخ والغرفة كذا معزولة، ومن هنا الغرف الباقية. نجي هنا يسارنا دورة المياه الأولى بنظام أرضي، لنا حرية الاختيار نقدر نحولها على كرسي. مقابلها عندنا دورة المياه الرئيسية، لو تلاحظوا هنا المروش، وهنا الدولاب الخاص بالمغسلة، وعندنا هنا الكلوزيت. ألوان متناسقة، السيراميك مع الدواليب، يعني شيء جميل. بجوارها عندنا هنا غرفة الستور، نقدر نقول انها غرفة الغسيل ايضا، مركبين فيها ارفف ومكان لغسالة الملابس، وايضا تقدروا هنا تخلوها للكي ايضا. هنا غرفة رقم 2، الغرفة هذه كمان مساحتها جيدة 3.5 × 4، اطلالة على الجهة الخلفية اللي هو الشارع الرئيسي، شارع كاشوستو المؤدي الى المستشفى. تمديدات المكيف موجودة في كل الغرف. أخيرا نتوجه إلى غرفة الماستر، مساحتها ممتازة كمساحة غرفة الماستر، غرفة النوم الرئيسية. نقدر نحط السرير في هذا الجهة أو في هذا الجهة، لنا حرية الاختيار، ويكون عندنا غرفة دريسنج روم، فمكان السرير لحاله يكفي لهذا المساحة الخاصة بغرفة النوم الرئيسية. الدريسنج روم مركبين فيه دواليب خاصة، لو تلاحظوا أرفف في هذا الجهة وخلف الباب أيضا، عندنا جزئين. ومنها نتوجه إلى دورة المياه الرئيسية التابعة لغرفة الماستر، دورة مياه متكاملة. مساحة دورة المياه هذه مساحة جيدة تعتبر، مروش كبير مع المغسلة والكلوزيت. نطلع مع بعض نشوف بلكونة غرفة النوم الرئيسية. بلكونة غرفة النوم الرئيسية زي ما انتم ملاحظين انه حاطين هنا تمديدات المكيف، يعني الأجهزة راح تكون هنا، أجهزة المكيفات كلها راح تكون هنا، فنستمتع بإطلالة البحر من البلكونة الأمامية. وعندنا من الخلف من هنا إطلالة المجمع وإطلالة الشارع الخلفي، وعندنا إطلالة الطبيعة أيضا. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه، شقة في منطقة كاشوستو في مجمع جوكسو الدور العاشر. أرجو أن يكون الفيديو نال على إعجابكم. وصلنا إلى نهاية الفيديو، أرجو أن يكون الفيديو نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات أسفل الفيديو. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.